بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. لمصلحة الفيصل السعودي صاحب القمصان البيضاء في هذه التشكيلة، تتحدث عن ناب سدير، عن فخر سدير، الفريق اللي كان وصيفا لبطولة الكاس. البطاقة الصفراء الأولى تحضر مبكرا من حكم اللقاء العراقي مهند قاسم، اللي يساعده كمساعد أول عراق، الآخر واثق مدلل، ومساعد ثاني الإماراتي زايد داود، والحكم الرابع رضوان جيد، ومقيم الحكام الدولي خليل جلال. شوف الدخول، الخطأ السابق زلوف لمحمد أبو سبعان. روجيرو حاول يعدل، روجيرو يدور زميل في الوسط، خليم، كرة خليم بشكل جميل، ملعوبه، حاول عدي، تلعب بشكل جميل، عرضية، جول! هدف جميل من خليم بتسديدة. شوف 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 الفيصلي، فخر سدير يحضر أولا بكرة جميلة، بهدف، بفكر كروي، وهدف أول في شباك، في شباك غيث الإفرني، في شوط أول حتى الآن دقيقة 14 من عمر المباراة، في أول لقاءات التصفيات المؤهلة لكأس العرب. كرة جميلة بشكل جميل تلعب وتسجيل. شوف شوف الإعادة، شوف الدخول، شوف، ولم ييأس من الكرة، سدد الهدف الأول خليل. شوف خليل، لكن الكرة تعدي بشكل جميل. هذا زروف زروف زروف، لكن بداية الكرة، هذا زروف، ما شاء الله تبارك الله. شوف زروف عدى بشكل جميل في اللقطة الماضية من سامي الهمامي، سدد زروف، هدف أول لمصلحة فريق الفيصلي. والحكم الرابع المغربي رضوان جيد، فيما مقيم الحكام الدولي المميز خليل جلال، ومراقب المباراة الدكتور محمد الخير. الفيصلي يبحث عن هدف ثاني بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 14 لويس جوستافو. تلعب بشكل جميل، ملعوبة، روجيرو، خطيرة، تلعب، لكن برافو برافو دخول المدافع في اللقطة الماضية. كرة تلعب في الطرف اليسار لمصلحة فريق الفيصلي، مقطوعة بشكل جميل، روجيرو في انطلاقة في الطرف اليسار، خطير، روجيرو حاول يعدي، لكن كرة تخليص من الدفاع تعود لمصلحة خطير الفيصلي. تتحدث عن سامي الهمامي في اللقطة الماضية، تعود لمصلحة الفيصلي، تلعب إلى زروف، تسديده، لكن على دفعتين يخلصها غيث الإفرني. تتحدث عن فريق خطير الفيصلي. شوط أول تتحدث عن لاعب المميز، لاعب الوسط اللي في اللقطة الماضية تواجد، كرة ملعوبة، هجمة مرتدة لزهير الذوادي في الدخول، العرضية تلعب بشكل جميل، لكن بالخطر مدافع لمصلحة الإفريقي، التسديدة إلى ركلة مرمى، خطير اللقطة الماضية، الهجمة المرتدة من زهير الذوادي لكن عدت سليمة. شوف البداية والانطلاقة من زهير الذوادي، حاول يعدي بشكل جميل، المدافع خلصها لبلال الخفيفي، لكن كرة بلال إلى وين؟ إلى ركلة مرمى. صاحب القميص 13 قائد الفريق وسام، كرة العرضية تلعب، لكن يتركها بالخيثر. كرة ملعوبة بشكل جميل إلى زهير، عرضية ملعوبة، التعديل يضيع الافريقي التونسي في اللقطة الماضية. لقطة جميلة تلعب الكرة الماضية، لكن عدت اللقطة الماضية سليمة على مرمى فريق الفيصلي. نلعب في الوقت البدل الضايع المحتسب بثلاث دقائق من الحكم العراقي مهند قاسم. في نفس المجموعة، المجموعة الأولى، الفيصلي والإفريقي والنجمة والوئام، وصافرة العراقي مهند قاسم تحضر معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم الفيصلي بهدف وحيد سجله البرازيلي زلوف.
فريق الفيصلي بهدف وحيد سجله اللاعب البرازيلي زولوف. انطلاقة الشوط الثاني، ركلة البداء، الهم الكبير اللي تولاه الاتحاد العربي نحو تنظيم، نحو إعادة العرب في بعقد جميل، عقد كرة تلعب لمصلحة الافريقي. لكن عدة السليم اللقطة الماضية، ياسين شماخي دي اللي الجزائر المنصور من عثمان، تقطع تلعب بشكل جميل، شوف 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 الخطا الماضي في اللقطه الماضيه، عرضيه والذوادي وحيدا يسكنها شباك مصطفى ملايكة، 1-1. الذوادي يسجل هدف التعادل لمصلحه الافريق التونسي، 1-1. شوف 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 الذوادي بخبره السنين، كره ملعوبه، خطيره ملعوبه، لكرة الهدف الثاني بشكل جميل يلعبها الذوادي، ولكن تسديدة بلال الخفيفي، هدف ثاني بشكل جميل، 2-1 للفيصلي. شوف التسديدة في عدم التغطية الجيدة من دفاعات فريق الفيصلي، 2-1، 2 الافريقي، 1 الفيصلي. كرة تلعب، التخليص ظهر بشكل جميل، سجل هدف وعاد بالهدف الثاني، 2. جوستافو تلعب عرضية تعدي لو الفيصلي كثير، لأن الفيصلي في الشوط أول قدم كل شيء. الفيصلي تلعب، زولوف صاحب الهدف الأول، كرة ملعوبة، الإعادة الجميلة، تسديد زولوف وتصدي جميل من حارس بلال الخفيفي. تتحدث عن لاعب كبير مثل بلال، سجل هدف وثوف للفيصلي. جوستافو حاول يعدي، عدى، سدد إلى وين؟ عدت سهير، ما شاء الله تبارك الله، ملعوبة خطيرة، ياسين شموخ، سلطان مندش اللي كان بديل في الدقيقة الماضية، كرة ملعوبة عرضية تعدي سلطان، لكن عدت، هذا وسام ولا ياسين منصور حمزي، منصور حمزي، محمد لزولوف، ملعوبة تعدي إلى تونسي اللي يتقدم بهدفين مقابل هدف وحيد. سجل لي للإفريقي زهير، جوستافو لويس، كرة ملعوبة عدت، هذا حديث اللي استاد راشد، كرة ملعوبة، مندوش يا ولد يا سلطان. من الشوط الأول قدم مباراة ممتازة، سجل التقدم، خرج من الشوط الأول بتقدم، لكن في الشوط الثاني عاد الإفريقي بهدفين، لكن يعود بالثاني. شوف شوف لمندش الآخر، صاحب التعديل سلطان، وصافرة مهند قاسم تحضر معنا عن نهاية الشوط، المباراة الثاني والمباراة